سلام طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وتكون ايامنا كلها خير وسعاده. معاكم مين؟ معاكم ياسمين. النهارده جايه اكلمك في السيرم، السيرم الغالي ولا السيرم الرخيص؟ طب السيرم المصري ولا المستورد؟ كل ده هتكلم عليه النهارده. فطبعا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هتلاقوا حاجات كتير قوي هتعجبكم. اللينكات تحت في صندوق الوصف، واهم حاجه واهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد في المستقبل. ويلا بينا نبتدي الفيديو. الفيديو بتاع النهارده السيرم المصري ولا المستورد؟ طبعا بلا شك اكيد سامعاكم دلوقتي بتقولوا ايه، السيرم المستورد يا بنتي، المصري سيبك منه، ايه اللي انت جايه تتكلمي عنه ده؟ طيب هنتكلم في حاجه صغنونه كده قبل ما اتكلم في اي حاجه. السيرم المستورد دوت انت بتدفعي حق النقل وحق الشحن وحق الارضيه. يعني السيرم اللي انت بتشتريه من بره ده في انواع كتير، في منه في امريكا وانواع كتير قوي قوي قوي، وفي درجات منه كمان. فطبعا اكيد المستورد دوت او الناس اللي بتجيب لك الحاجه من بره اكيد لازم تكسب، يعني بالعقل كده لازم يكسبوا. فيكسبوا ازاي؟ فنفس المكونات اللي بتعملها بره بتعملها جوه. بصراحة أنا جبت سيرم غالي جدا ومنتجات غالية جدا، لقيتها نفسها هي في المصري، ويمكن المصري أحسن، وحياة ربنا أنا لقيت المصري أحسن. اشتريت النوع دوت، ده مصري اسمه سي ام اي اكس فيتامين سي مع مجموعة فيتامينات، أكيد شفتوه ده وعليه واحد هدية، أكيد محدش بيشتريه أنا عارفة، بس أنا قلت أجربه واشوف فعلا هو بيجيب نتيجه وافكت ولا لا. واشتريت طبعا الغالي، انا مش هقول اسمه عشان فيه كتير ما تتعقدش يعني. فاشتريت الغالي واشتريت الرخيص، وعلى فكره انا جربت على مدار سنين حاجات كتير قوي 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 يعني. بس بصراحه انا لما استعملت دوت لقيته جاب نتيجه وحياه ربنا واحسن من الغالي. انا جايبه غالي، جايبه واحد من نوع اسمه فيتشي، غير النوع دوت، ده نوع ده ماركه فرنساوي ماركه تانية. اشتريت فيتشي بيور بقى، بيور كام؟ تخيلوا كده 960 جنيه، اوكي؟ هو مش موجود في مصر، فانا جبته عن طريق سوق. ولما بسال على حاجه بيقولوا لا مش في مصر وفي امازون ومش عارفه ايه، وتجيبيه احسن من دبي، ما تجيبوش من مصر. ليه ما تجيبوش من مصر؟ لان في تقليد كتير، فانت مش عايزه تقليد، بس عايزه حاجه بيور اصلي. انا دوت ب 175 وعليه واحد هديه، يعني انا واحد ومامتي خدت واحد، انتوا متخيلين؟ وقعدت استعمله دلوقتي بقالي شهر. انا لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاع تنظيف البشره، انا رحت للدكتوره بتاعه تنظيف البشره، انا وشي كان كل ده حبوب. كل هسيب لكم لينك الفيديو ده عشان تشوفوا انا عملت ايه في وشي. هيدروفيشل ده، دي حاجه كده بيعملوها تنظيف للبشره بالميه. انت بتشوفي الوساخه بتاعه وشك والقرب بتاع وشك لما بتخلصي قد ايه، يعني حاجه محترمه كده. فانا كنت بستعمل كريمات لدرجه ان الكريمات خلاص وشي مش قادر يستقبل كريمات خالص، وبدا يطلع كل المنطقه دي حبوب. كل المنطقه دي طلعت بسبب ايه؟ انواع الكريمات وحاجات كتير بجربها. فانا سكت كده وقلت خلاص انا هجرب المصري واسيبني من المستورد خالص. يعني بقالي فوق السبع سنين بشتري مستورد بس يعني عندي حاجات قد كده. وكنت بعرف في فيديوهاتي، لو انتوا بتتفرجوا عليا في الفيديوهات القديمه، كله مستورد، ما بجيبش مصري خالص، ما بعملش اي حاجه. فحسبتها بدماغي كده، يعني اكيد انا لو شغاله في موضوع السيرم وشغاله في الحاجات دي، اكيد مش هشتري الحاجات اللي معديه ال 5-6000 دولار عشان ابيعها هنا ب 600-700 جنيه، صح؟ تبي في بلدهم يبقى السيرم ده كمان بالنسبه لهم رخيص مش غالي. فانت لما بيجي لك هنا انت بتحسي لما تلاقي سعره، بتلاقي سعره غالي. وفي حاجه اسمها فنلندي تقريبا سيرم كده فيتامين سي، برده البنات كلها بتجيبه ما بيحسوش باي حاجه، وعليه ريفيوهات كتير على النت، وفي ريفيوهات كتير بتحصل على انواع سيرم مستورده ما بتجيبش اي نتيجه، لانها مش يعني لانها ما بتعملش اي حاجه. انت لازم تهتمي ببشرتك بطرق ايه؟ التقشير البشره، وتحطي فيتامين سي بالليل. طب انا عندي فيتامين سي مصري بياخدوه مننا بيصدروه بره، يعني بيصدروا السيرم بتاعنا احنا بياخدوه مننا بره. طب انا مشتريش بتاع المصري ليه؟ اللي انا شايفاه كويس وسعره مناسب جدا ليا، في نفس الوقت جايب لي النتيجه اللي انا نفسي فيها، اللي انا شايفاها كويسه. فعلا هو ده سيرم مصري، وقررت بعد كده اجرب كل منتجاتي مصري. وعلى فكره عندي ريفيوهات كتير عاملاها على منتجات، يعني والله العظيم انا جايبه كريمات وجايبه حاجات انا ندمانه والله، الفلوس دي انا كنت جمعتها وكنت جبت حاجه، كنت جبت حاجه ذهب والله العظيم. لا كتير، لا كتير، وحرام بجد تشتروا حاجات. انا مش بحرض البنات اللي ما تشتريش مستورد او مش عارفه ايه.
في حاجات زي اساسيات الميك اب مثلا. لا الميك اب انا انصحك ان تشتري حاجه ماركه معروفه زي ماركه ماك وفور ايفر والحاجات دي كلها حاجه كويسه يعني ماركه كويسه المكونات كويسه. انا معرفش في الميك اب المصري فبالتالي انا بقولك طب انا الكريمات معشراها بقالي اكتر من 7 سنين عمري كله يعني فتخيلوا لقيت المصري احسن بكتير. انا المصري بيجيب معايا نتيجه يعني دلوقتي بستعمل كريم مرطب لوشي اسمه ماندو 35 جنيه وحياة ربنا بستعمل كريم مرطب اسمه ماندو 35 جنيه لاني بشرتي حساسه وهو كريم للبشره الحساسه والحبوب خفت كتير قوي عندي زي ما انتم شايفين وشي كده فلقيت نفسي مرتاحه. الزيوت بدات ابعد عن الزيوت المستورده وبقيت استعمل الزيوت بتاعت هنا. بنصح كل بنت دلوقتي انت عايزه تشتري سيرم وعايزه تشتري كريمات جربي بتاع بلدك الاول وبعد كده يا ستي اطلعي واحده واحده. انت حاسه ان ما جابش نتيجه معاكي زي ما انت عايزه لان اي حاجه تستعمليها لمده 3 شهور وبعد 3 شهور ما بتجيبش اي نتيجه ما بتعملش الايفكت اللي انت عايزاه لان جلدك اتعود عليه. كل جلدك متعود على حاجه ما بيجيبش النتيجه زي اول مره مش عارفها فكل 3 شهور غيري جيبي المنتج ده جيبي المنتج ده جيبي المنتج ده وجربي المصري. انا بشجع بجد دلوقتي المصري والله العظيم حاجات حلوه. ولو انتوا عايزين اتعرفوا انا جبت ايه وما جبتش ايه فطبعا مش هقول طبعا في الفيديو ممكن تبقى مشكله يعني فبعتولي بقى على انستجرام وعلى الفيسبوك اللينكات تحت في صندوق الوصف واقول لكم ايه دلوقتي. باي باي.